خلونا نتعرف عن تفاصيل او على تفاصيل اكتر من خلال الهاتف اللي بينضم لنا للدكتورة امل عليوة، مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا. مرحب بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم. دكتور، بنتكلم على معرض الكتاب الثالث في محافظة المنيا تحديدا، عاوزين نعرف من حضرتك يعني نوعية الكتب اللي بتضم او بيضمها هذا المعرض في نسخته الثالثة. احنا عندنا بس الفكره جت الاول ان احنا عندنا بالفعل كتب زائده عن حاجه المكتبه. نعم. وفي كتب عندنا برضو الناس اتبرعت بيها، فكانت الفكره جت ان احنا ليه ان احنا نشيل الكتب دي ونحجبها عن الناس، وخصوصا ان احنا في توجه او في فكره مطروحه على الساحه بتقول ان الناس دلوقتي الكتاب الورقي ملهوش اي قيمه عندهم. نعم. فاحنا قلنا ان احنا نوفر الكتب باسعار زهيده ونشوف فعلا الناس يعني الكتاب الورقي بالنسبه لهم حاجه مهمه ولا لا. عايز اقول لحضرتك ان اقبال كان رائع السنه اللي فاتت والسنه دي الحمد لله، فوفرنا فعلا بالفعل كتب متنوعه في جميع المجالات. عندنا ادب، عندنا علوم اجتماعيه، عندنا علوم، عندنا دين، عندنا حتى علوم شرطيه. عندنا السنه دي الميزه الجديده اللي هي في معرض بتاعنا السنه دي ان احنا وفرنا كتب للاطفال ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. عملنا كمان بارتيشن صغير كده للاكسسوارز اللي هي برضو النماذج اللي كانت بنعمل عليها التدريبات لاعضاء المكتبه، للحلي والخرز. عملنا قلنا برضو ان هو حاجات زايده، ايه المشكله ان احنا نبيعها وبعد كده بالفلوس بتاعتها نوفر خامات تانية عشان نقدر نعمل نماذج تانية لاعضاء المكتبه. انا لافت نظري قوي دكتوره كلمه كتب زايده واكسسوار زائد. زائد ده يعني ايه؟ يعني مفيش مكان يتعرض فيه ولا عندكم منها بالفعل نسخ موجوده فبتشوفوا منها نسخ اخرى؟ كتير منها، في ناس في كتب بتبقى متكرره كتير جدا منها اكتر من كذا نسخه، فما فيش داعي ان احنا نشيلها في مخازن وكده، ايه المانع ان الناس تستفاد بيها؟ وعايزه اقول لحضرتك الاسعار خياليه، الكتاب بيبقى كتاب خصوصا كتب الادب من 2 جنيه اقصى كتاب للمجلدات اللي بتتباع بره في المعارض الثانيه ب 700 جنيه، احنا اقصى حاجه عندنا 75 جنيه. فالهدف مش ربحي، الهدف كله الربح في العقول مش اكتر. صحيح. وتحصلتم على الكتب دي ازاي يا دكتوره؟ يعني من خلال تبرعات ولا هي جايه لكم اصلا بالفعل؟ لا، في احنا عندنا حاجه اسمها تزويد في المكتبه، بيبقى في ميزانيه مخصصه ليه. التزويد ده بنزود كتب زياده بناء على حاجه الاعضاء. في كتب مش عليها اقبال قوي، احنا طبعا كله ده بتبقى بتجسي نبض الاعضاء بتوعكم اتجاهاتهم بتبقى رايحه فين، لان احنا مكتبه عامه مش مكتبه متخصصه، احنا مكتبه عامه. فلقينا ان في حاجات متكرره زياده على مر السنين كانت متجابه قبل كده، وفي نفس الوقت في كتب ثانيه الناس اتبرعت بيها. فقلنا ليه ان احنا نشيلها في مخازن واتراج والناس ممكن تستفاد بيها يعني. نعم. طيب دكتور، خليني اسال حضرتك، هل يعني المعرض بيتم من خلاله عرض كتب وعرض حلي فقط زي ما حضرتك قلتي، ولا بيتم اقامه ايضا على هامش المعرض عدد من الندوات التثقيفيه؟ عايزه اقول لحضرتك احنا نموذج مصغر لمعرض القاهره الدولي للكتاب. نعم. الفرق في ان احنا دي كتب بتاعتنا احنا خاصه بينا احنا داخل المخازن بتاعتنا احنا، لكن معرض الكتاب دي دور النشر بتعرض فيه. على هامش معرض الكتاب القاهره الدولي بيبقى فيه احداث وفعاليات ثانيه، احنا برضه عاملين نفس النموذج المصغر ده. الفكره احنا عندنا في ناس برضو رقيقة الحال جدا مش هتقدر تصرف مصاريف كتير عشان تحضر تسافر للقاهرة وتبذل مجهود علشان تشتري كتب. لا. فإحنا قلنا نوفر لهم الكتب لحد عندهم. فدي كانت الفكرة يعني. نعم. طيب فيما يخص بقى الفكرة، هل هي فكرة سنوية فقط ولا في يعني من الاقتراحات ان هو يتم عقدها كل ما تتوفر زي ما حضرتك ذكرتي عدد من الكتب زائدة عن المطلوب داخل المكتبة يعني؟ لا ان شاء الله احنا هنستمر في القصه دي، لان احنا في ناس كتير كانت برضو احنا منظومه مكتبات مصر حوالي 22 مكتبه عامه على مستوى الجمهوريه.
بقيادة طبعا معالي السفير عبد الرؤوف الريدي ومعالي السفير رضا الطايفي، كل الشكر ليهم وعلى دعمهم للمكتبات العامة على المنظومة كلها. إن شاء الله هنستمر. احنا أول مرة عملناها السنة اللي فاتت لقينا إقبال رائع جدا، الكتب حوالي أكتر من 5000 كتاب، وعلى طول عندنا حاجة الناس حابة تشارك في الفكرة وبيزودونا بكتب كتير عندهم، والكتب جديده جدا على فكره. يعني الناس عند في اول مره السنه اللي فاتت كانوا فاهمين ان الكتب دي لا المقطعه الورق بتاعها اصفر، مع ان في ناس على فكره بتحب الكتب القديمه. صحيح. يعني في ناس وفي نوعيه طباعه هي كده اصلا. فلا في كل مكتبه عندنا بتبقى كل مكتبه على مستوى الجمهوريه بتبقى ليها رؤيه معينه، احنا عندنا عشان الكتب كتيره جدا فجات لنا الفكره دي. في مكتبات ثانيه مثلا بتقول يعني انا عندي كتاب وحضرتك عندك كتاب بنتبادل مع بعض. لا. انا قريت بتبادل معاك الكتاب بتاعك وانت بتديني الكتاب بتاعك وهكذا بتلف السلسله يعني. أكيد. كل الشكر ليكي الدكتورة أمل العليوة مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، شكرا جزيلا.